خلونا ناخد كمان خبر معانا وهو رابع خبر. ديلي ميل البريطانية: تناول الفواكه والخضروات يوميا يقلل خطر الإصابة بسكر النوع الثاني. توصل باحثون إلى أن كل زيادة 66 جرام من الفاكهة والخضار بيقلل فرص الإصابة بمرض السكر بمقدار الربع. وفي دراسة تانية أجرتها جامعة هارفارد أن تناول الفاكهة والخضروات بدل مكملات الفيتامينات بيكون مفيد للوقاية من المرض السكري من النوع الثاني. وعشان نفهم أكتر عن فوائد الفواكه والخضروات معنا على التليفون دكتورة دعاء زكريا، أستاذ بطب عين شمس واستشاري التغذية العلاجية. أهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا ايرين. اهلا بحضرتك يا فندم. خلينا يا دكتور نقول ازاي تناول الفواكه والخضروات ممكن يقلل خطر الاصابه بمرض السكر، وهل ممكن يكون بيساعد المرضى اللي هم بالفعل عندهم سكر ولا لا؟ تمام. في الاول بس عايزه اقول في اختصار شديد جدا، السكر يعتبر مرض من امراض نمط الحياه، بالذات النوع الثاني مش الاول. تمام. وبالتالي الاصابه بالسكر هو قرار المريض، والوقايه من السكر برضو هو قرار ممكن كل انسان ياخده عن طريق تغيير نمط حياته. تمام. البحث ده انا قريته، والبحث ده قوي جدا، وبيتكلم على الفواكه والخضروات تحديدا وكمان الحبوب الكامله علشان محتواهم من الالياف. الالياف لما تكون موجوده بنسبه معقوله في الاكل بتقلل امتصاص السكر، وبالتالي ما بترفعش السكر في الدم مره واحده، وما بتجهدش البنكرياس في افراز الانسولين. تمام. لكن في روشته مختصره كده في شويه يعني نصايح على الماشي ممكن نقولها للناس. يا ريت. الفواكه والخضروات جنب الالياف مهمه جدا كل ما يكون فيها الوان كتير، علشان بتدينا المضادات الاكسده والفيتامينات المختلفه، فلازم نحرص على تشكيله الالوان بالذات في طبق السلطه. اوكي. نحرص على ان احنا ناخد تقريبا 5 مقدار من الخضروات، لكن في الفاكهة لازم الكلام ده يكون محدد، لأنه الناس بتعامل الفاكهة معاملة الخضروات. الفاكهة محتواها من السكر ممكن يضيف للسعرات الحرارية كتير، وفي العكس ممكن يعني يزود الإصابة بمرض السكر، بخطورة إصابة السكر. الناس ما بتعتبرش الفاكهة أكل من الآخر. بس يا دكتور، أنواع معينة من الفاكهة ولا كل الفواكه عموماً؟ كل الفواكه عموما لازم تتحط جوه اطار السعرات الحراريه. تمام. يعني مش مفتوحه على البحري، وما افضلهاش ابدا في النص الثاني من اليوم او قبل النوم مباشره. تمام. الحاجه الثانيه المهمه، واحنا بنزود الالياف ناخد بالنا ان احنا نزودها بالتدريج. ليه؟ لانه اضافتها مره واحده حاجه مفيده، لكن ممكن تضر القولون، بالذات مرضى القولون العصبي. الالياف مفيده لكل الناس للوقايه من السكر والوزن و لكن بعض الناس اللي عندها مشاكل في القولون زي التهابات القولون، دول هم اللي بنمنعهم من الالياف الكثيره. بالعكس ممكن نقلل لهم الخضروات او نخليهم يقشروا الخضروات والفاكهه. تمام. ده بناء على تعليمات الطبيب. طيب الناس اللي هم يا دكتور اوريدي عندهم السكري او مرض السكري، هل برضو نتيجه الخضروات والفواكه معاهم في الاكل نفس نتيجه الناس الطبيعيين، ولا هم بيبقى ليهم كيس معينه؟ بالتاكيد بيبقى مفيد جدا ان احنا كل وجبه ندخل فيها نسبه كبيره من الالياف، بالذات لو جبناها من الخضروات في المقام الاول، ثم الحبوب الكامله، ثم الفاكهه. ليه؟ علشان ما نسمحش بالسكر ان هو يرتفع مره واحده في الدم، ونحافظ على مستوى السكر السيدي طول اليوم. الخضروات هتساعدنا على الشبع، وهتساعدنا على تقليل اجمالي السعرات، وبالتالي انخفاض الوزن. السكر النوع الثاني مفيد ليه جدا ان هو يحافظ طول الوقت على وزنه، ويقي نفسه من السمنه. تمام. يقلل المخاطر والمضاعفات بتاعته جدا جدا. اكيد. دكتور بشكر حضرتك جدا على المداخله وعلى توضيح الخبر معانا، شكرا جزيلا.